مرحبا بكم. لقد انتهينا تقريبا من دراسة قواعد أو قوانين الزوايا التي نحتاجها للبدء في لعبة الزوايا. دعوني أعلمكم المزيد منها. لنفترض أن لدي خطان متوازيان، وربما أنك لا تعرف ما هو الخط الموازي وسأوضحه لكم الآن. لدي خط هكذا، وربما لديك الحدث لتعرف ما هو الخط الموازي. هذا واحد من الخطوط المتوازية، ودعوني أجعل الخط الأخضر هو الخط المتوازي الآخر. إذن الخطوط المتوازية نفترض أنهم يستمرون إلى ما لا نهاية، لأن هذه مفاهيم مجردة. هذا الخط الأزرق سيستمر حتى نهاية الشاشة، ونفعل الشيء نفسه لهذا الخط الأخضر. والخطوط المتوازية عبارة عن خطين بنفس المستوى، والمستوى نوعا ما يستخدم كمساحة مستوية. هذا هو المستوى، لا نريد استعمال مساحة ثلاثية الأبعاد في دروس الهندسة، لكنهما على نفس المستوى. ويمكنك اعتبار هذا المستوى كشاشة الحاسوب التي لديك الآن، أو كقطعة ورق تستعملها. فالخطان المتوازيان لا يتقاطعان، وما خطان منفصلان بكل وضوح إذا رسمنا كل منهما على رأس الآخر، بالتالي سيتقاطعان في كل مكان. في الواقع يجب أن يكون الخطين على مستوى بحيث لا يتقاطعان أبدا. هذا خط متوازي. إذا كنت بالفعل تعلمت الجبر وبات الميل مألوفا بالنسبة لك، فإن الخطوط المتوازية عبارة عن خطين لهما نفس الميل، هما عبارة عن زيادة أو نقصان بنفس النسبة لكنهما تقاطعات واي مختلفة. أعتقد أنك تعرف ماذا يعني الخط الموازي الآن. لقد رأيت هذا موقف سيارات متوازي، يكون عندما تركن سيارتك بجانب سيارة أخرى دون تقاطع السيارتين، لأنه إذا تقاطعت السيارتين سيكون عليك أن تتصل بشركة التأمين. على أي حال، هذان خطان متوازيان، الخط الأزرق والأخضر متوازيان. وسأقدم لكم مصطلح هندسي جديد ومعقد يسمى المستقيم القاطع. والمستقيم القاطع هو خط آخر يقطع هذان الخطان. هذا هو المستقيم القاطع، كلمة متكلفة تعبر عن شيء بسيط، مستقيم قاطع. دعوني أكتبها مستقيم قاطع أو ترانسفيرسال. إنه يقطع الخطان الآخران. كنت أفكر بشيء يسهل تذكر الكلمة، ولكن ربما تكون غير مناسبة. لكن على أي حال، لنكمل مع الهندسة. إذا لدينا المستقيم القاطع الذي يقطع الخطان المتوازيان، وما سنفعله هو أننا سنفكر بمجموعة، وفي الواقع إذا كان يقطع واحدا منهم فسوف يقطع الآخر. سأدعكم تفكرون في ذلك. لا توجد طريقة يمكن أن أرسم بها شيء يقطع خط موازي واحد ولا يقطع الآخر، طالما أن هذا الخط يستمر إلى ما لا نهاية. أعتقد أن هذا واضحا جدا، لكن ما سأفعله هو أنني سأوضح زوايا المستقيم القاطع. أول شيء سأفعله هو توضيح الزوايا المتناظرة. والزوايا المتناظرة عبارة عن نفس الزاوية لكل من الخطوط المتوازية، لكن هكذا أفكر بها. إذن هذه الزاوية وهذه الزاوية المتقابلة، إذن هذه الزاوية وهذه الزاوية المتقابلة، إنها تمثل نفس الدور في مكان تقاطع الخط القاطع مع كل من الخطين، كما يمكنك أن تتخيل وكما يبدو من خلال الرسم، وهي ليست جيدة بهذا القدر. إنها تكون متساوية إذا كانت هذه X، هذه أيضا ستكون X. إذن كنا نعلم ذلك، فيمكننا استخدام القواعد التي تعلمناها لإيجاد كل شيء آخر يتعلق بجميع هذه الخطوط، لأن إذا كانت هذه إكس فما ستكون هذه؟ ماذا ستكون هذه الزاوية؟
حسنا، إنهما زاويتان متقابلتان بالرأس، أليس كذلك؟ إنهما على ناحية مختلفة من الخط القاطع. إنها أيضا إكس، وبشكل مشابه يمكننا فعل الشيء نفسه هنا. هذه زاوية مقابلة بالرأس لهذه الزاوية، إذن ستكون أيضا إكس. هذه أيضا إكس. دعوني أختار اللون جيد. ما هي الزاوية الصفراء؟ ماذا ستكون هذه الزاوية؟ حسنا، كما كنا نقول بالسابق، انظر، لدينا هنا هذه الزاوية الضخمة، هذه الزاوية جميعها قياسها 180 درجة، إذا إكس وهذه الزاوية الصفراء تعتبران زاويتان مكملتان. يمكن أن نسمي هذه الزاوية واي، وتساوي 180 ناقص إكس. نحن نستخدم الزوايا المكملة. حسنا، إذا كانت هذه الزاوية واي فستكون هذه الزاوية مقابلة بالرأس للزاوية واي، أي هذه الزاوية ستكون أيضا واي. جميل. وبشكل مشابه، إذا كان لدينا إكس هنا وإكس مكملة لهذه الزاوية أيضا، صحيح، إذا هذه تساوي 180 ناقص إكس، حيث أنها أيضا تساوي واي. ثم الزوايا المتقابلة بالرأس أيضا تساوي واي. لدينا جميع أنواع المصطلحات الهندسية والقواعد المتعلقة بها، وسأقوم بمراجعتها سريعة لكم. لا يوجد شيء لنتخيله، كل ما فعلته أن استخدمت مصطلح الزوايا المتناظرة. قلت حسنا، هذه الإكس تساوي هذه الإكس، وقلت أو حسنا، إذا كانتا متساويتان، إذا يعني إذا كانت هذه إكس وهذه إكس متقابلتان بالرأس، ونفس الشيء هنا. ثم إذا كانت هذه إكس وهذه إكس وهما متساويتان، وهذا ما يجب أن يكون لأنهما زاويتان متناظرتان، هاتان الزاويتان الأرجوانيتان تلعبان نفس الدور، كلاهما من الزاوية في أسفل اليسار، هكذا أفكر بها. لقد استعرضنا الأساسيات، استخدمنا الزوايا المكملة، وهذه الزاوية واي تساوي هذه الزاوية واي لأنهما متناظرتان، أيضا هذه الزاوية واي تساوي هذه الزاوية واي لأنهما متناظرتان. إذا الزوايا المتناظرة متساوية، وهذا منطقي لأنها تمثل نفس الدور. إذا نظرت إلى الزوايا الموجودة في أسفل اليمين مثلا، إذا الزوايا المتناظرة متساوية، الزوايا المتناظرة متساوية corresponding corresponding. وقد قمنا بالفعل باشتقاق كل شيء، هذا كل ما عليك معرفته، لكن إذا أردت تخطي خطوة فأنت أيضا تعرف أن الزوايا الداخلية المتبادلة متساوية، أو alternate interior angles، alternate interior angles، الزوايا الداخلية المتبادلة. ماذا أعني بالزوايا الداخلية المتبادلة؟ حسنا، الزوايا الداخلية هي نوعا ما زوايا قريبة من بعضها في الخطين المتوازيين، لكنها على عكس اتجاه المستقيم القاطع. تلك طريقة معقدة لشرح هذه الزاوية البرتقالية وهذه الزاوية الأرجوانية، إنهما زوايا داخلية متبادلة، وقد قمنا بالفعل بإثبات ذلك. إذا كانت هذه إكس وهذه إكس، إذا هذه زوايا داخلية متبادلة، هذه إكس وتلك إكس هما زاويتان داخليتان متبادلتان، أيضا هذه واي وتلك واي هما زاويتان داخليتان متبادلتان، وقد أثبتنا بالفعل أنهما متساويتان. ثم آخر مصطلح ستراه في الهندسة هو، سأكتب كل شيء، الزوايا الخارجية المتبادلة alternate exterior angles، exterior angles. إنها زوايا بعيدة عن بعضها نوعا ما، تقع على الخطوط المتوازية لكنها لا تزال متبادلة، ومثال على ذلك هذه X في الأعلى وهذه X في الأسفل، لأنهما تقعان خارج الخطان المتوازيان.
واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل وهما في الاتجاه المعاكس للمستقيم القاطع. إنها كلمات ممتازة، لكنني أتمنى أنك امتلكت البداهة. الزوايا المتناظرة منطقية جدا بالنسبة لي، ثم يمكننا إثبات كل شيء عن طريق الزوايا المتقابلة بالرأس والزوايا المكملة، لكن الزوايا الخارجية المتبادلة عبارة عن تلك الزاوية وتلك هنا، والزاويتان الخارجيتان المتبادلتان الأخريين هما هذه واي وهذه واي، كلاهما متساويتان هنا. فإذا عرفت هذه ستعرف أكثر عن كل شيء تحتاجه لتعرف أكثر عن الخطوط المتوازية. آخر شيء سأعلمه لكم حتى نلعب لعبة الهندسة بكل قوتنا هو الزوايا الموجودة في المثلث التي مجموع قياساتها يساوي 180 درجة. دعوني أرسم مثلث عشوائي. هذا هو المثلث، فإذا كانت هذه X وهذه Y وهذه Z، نحن نعلم قياسات زوايا المثلث X زائد Y زائد زي يساوي 180 درجة. إذا افترضت أن هذه تساوي لا أعلم 30 درجة، هذه تساوي أيضا لا أعلم 70 درجة، فكم تساوي زي؟ حسنا، سنقول 30 زائد 70 زائد زي زائد زي تساوي 180. 100 زائد زي تساوي 180، نطرح 100 من كلا الطرفين، زي ستساوي 80 درجة. سنرى اختلافات لهذا حيث لدينا قياس زاويتان، ويمكننا استخدام الخاصية حتى نجد الزاوية الثالثة. مع كل شيء تعلمناه حتى الآن، أعتقد أننا جاهزون للبدء في لعبة الزوايا. أراكم في العرض القادم.